كل شعب بيبقى له طقوس وعادات وتقاليد، وكل شعب بيبقى عنده أكلة بايظة بياكلها ويحس إنها فخمة أوي. يعني مثلا عندك الفرنسويين ياكلوا جبنة الريكفور، جبنة بايظة غالية جدا، دوخ عليها عشان تلاقي حتة بقى حلوة وبتاع. في جبنة طبعا جنبها زي القشطة جاهزة ونظيفة وبتاع، لا لا لو سمحت عايز الفخ فخم البايظ ده. المصريين هنا عندنا الفسيخ، سمكة بايظة بنعمل عليها حفلة، بيبقى في موسم يوم في السنة ومحلات تفتح وقلق عشان سمكة بايظة. زي بالظبط الأمهات عندهم فكرة إن أكلة بايظة دي مستحيل، مستحيل في أكلة بايظة. يعني أنت تبقى طالع سلم شامم ريحه الباميه الحمضانه من على اول الشارع، تدخل المطبخ تلاقي ماما بتسخنها، هي دي داخل كده على مزيكه الفك المفترس كده، دي الباميه اللي انا شامم ريحتها، ماما هتاكلها لنا النهارده. لا ماما مقدمه تقول لك يا حبيبي دي زي الفل، دي طازه، دي زي دي عسل، بس دوق دي فريش موت. ماما دي خمرانه انا خايفه اكلها اسكر، فاهمه الباميه دي جت من، لا لا دي فريش ما فيش. انا باكل معلقتين علشان خاطر اجملها واكمل حياتي، انا لو اكلت اكتر مش هروح الشغل. وبعد كده تقوم ماما واخده الباميه رميها في الزباله، ايه اللي حصل؟ تقول لي باظت. ياه في الخمس دقايق دي هي باظت؟ هي بتايمر يعني؟ هي قنبله موقوته؟ الباميه قاعده طازه كده فريش بعدين فجاه كده بتبوظ واحنا قاعدين؟ اكيد لا يا ماما، الريحه دي معناها ايه؟ مفيش حاجه اسمها ريحه. بالنسبه للامهات الاكل بايظ لما يتشاف انه بايظ بالعين المجرده، يبان عليه ظواهر، في حاجات تتغير فيه، هو يعبر يؤدي قدامها علشان كده يبقى بايظ، غير كده ما ينفعش. لكن جو الريحه والمياصه بتاعتنا دي مفيش هزار. لذلك في كل بيت في طبق البيت كله مش عارف ياخد فيه قرار، قاعد كده مسكين يعني، لدرجه ان الطبق نفسه هو بيفقد الذاكره، يسال الليمون وازاز الميه واللبن، يا جماعه انتوا عارفين انا كنت ايه؟ انا مين؟ انا كنت جاي امتى؟ ده كان عيد ميلاد؟ انا كنت حلوه ولا حادق؟ كنت حلوه ولا وحش؟ مش فاهم حاجه. مسكين كل ما حد يفتح التلاجة يا حبيبي بيقعد يصرخ وينادي، بس للاسف محدش بيسمعه. مستنيين نقول بيسمعه؟ ما خلاص ما اتفهمت، محدش نقفل.